التمثيليه ديال المغرب في نهائيات كاس العالم بقطر. في الحقيقه كنا نتمنى انه تكون التمثيليه يعني بحكام على مستوى الساحه، ولكن عندنا جوج ديال التمثيليات، السي جدو رضوان جيد والسي عادل زراق اللي غادي يمثلوا المغرب على مستوى تقنيه الفار. وفي الحقيقه ماشي هذا هو المشكل، ولكن اللي خصنا نشتغلوا عليه هو اننا نوجدوا حكم نهائيات كاس العالم المقبله، لان الدول اللي الان ممتلئه على مستوى الجاره الجزائر اللي كاين الحكم غربان اللي كاين على مستوى الساحه، فدوله اشتغلت يعني منذ زمن طويل على انه توجد حكم اللي كان حيمودي على مستوى الساحه، وجدت حكم باش يكون في نهايه قطر، والان دول اخرى تشتغل على حكام اللي غادي يكونوا في نهائيات كاس العالم 2026 و2030. فاحنا اللي خصنا نشتغلوا عليه الان هو ايجاد حكام اللي غيمثلوا المغرب في نهائيات كاس العالم 2026 وكذلك 2030. وهذا الامر ما يمكنش يتاتى بين عشيه وضحاها، انما يجب ان يتاتى ببرنامج محكم، وباننا نحطوا العين على واحد جوج او ثلاثه ديال الحكام اللي نوفروا لهم جميع الظروف باش انهم ان شاء الله يمثلوا المغرب احسن تمثيل على المستوى الدولي، ولما لا في كاس العالم ان شاء الله يكونوا حاضرين ونفسوا الزملاء ديالهم الدوليين. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تيفي.